السلام عليكم البنات، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. اليوم جينا بواحد الماسك اللي هو سحري، ماسك سحري بمعنى الكلمة. يعني غادي نديرو هذا الماسك لنفخ الخدود. اليوم عندنا ماسك لنفخ الخدود، يعني بحال دايره بوتوكس لوجهك. انا غادي نديرو قدامكم، غندير غير النص والنص الاخر، غتشوفوا الفرق فوري، غتشوفوا الفرق ما بين هاد البلاصه وهاد البلاصه بهاد المكونات اللي غادي نعطيكم دابا، يعني نتيجه فوريه. كيتسمى، انا بعدا كنسميه الماسك السحري، اللي كيتكون ليا من ثلاثه ديال المكونات. وخليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا المساج اللي كيعاوننا في نفخ الخدود، يعني الخدود ديالنا باش يوقفوا لينا. الوغ عندي المكونات في متناول الجميع، دائما دائما مع الناس اللي ما متوفرش عندهم، كيف كنقول لكم دائما، باش ما يمشيو شي ما متوفرش عندهم، يمشيو لي سونتر الكبار باش يديروا الموديلاج لوجههم، باش يديروا لي ماساج الوجه ديالهم، باش يديروا لي ماسك، باش يديروا لي سوان دو فيزاج. حنا كنديروا كل شيء في الدار ديالنا وبمكونات اللي هي بسيطه ونافعه وفعاله. كذلك عندي الرز، الرز عادي البيض، ها هو الرز العادي، ماشي كلاصي، ماشي الرز الاصفر، الرز الابيض ها هو. شتيتو هو اطراف الحامض، شتي حامض، قطعتو دائره وحطيتو معاهم، كبيت عليه ماء مغلى، كبيت عليه الماء طايب، يعني ماء مغلى مده 3 ديال السوايع. ممكن ديروا نتوما مده ليله كامله مزيانه، حنا حيت حنا غادي نحتاجو غير الماء ديالو. عندي هنا الرز الابيض مرقد في الماء، وعندي الحامض هذا، وغنشدو ملي كيترقد كنبقى نمعسو بين يديا. هكذا هو الحامض، شفتي الحامض كنمعكو ما بين يديا، هو داك الرز هو، كنحيد منو داك النشا كلو اللي كيطلقو، كيولي عندي الماء ابيض. حتى الحامض معكم معاه، شفتو كيفاش؟ كيولي عندي ماء ابيض بحال هكا على هذا الشكل. هذا المكون الثاني عندي هو الخميره. الخميره اللي كان عندك، كان متوفر عندك خميره الشعير او لوفيغ دو بيغ اللي هي خميره البره، او لا خميره ديال الخبز، خميره الخبز بحال بحال نفس المفعول. وتا وحده ما تقول لي اتونسيون الخميره ما مزياناش للوجه، ولا اتونسيون الخميره كدير الدود. فات ليا قلت لكم اتحدى كل وحده تقول لي تجيب لي هاد السيده اللي دارتها ونض لها الدود في تحت البشره ديالتها. ما كايناش هاد القضيه هادي. الخميره مهمة مهمة ونافعة بزاف للبشرة، خصوصا للتجاعيد، غزالة الخميرة. بحثوا بحثوا بحثوا، ما تبقاوش تصدقوا الإشاعات اللي تيقولوا لكم، تيقول لك سال المجرب ولا تسال الطبيب. ولكن عارفين الأطباء زايدين علينا بزاف بعض الحوايج، بزاف 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 زايدين علينا حوايج بزاف، ولكن هذه فعلا مجرب. الخميره ما عندها حتى شي ضرر للبشره ديالك. سولوا اطباء، سولوا خبراء، سولوا هذا ديال التجميل وديال الجلد، غادي يقول لكم ما عندها حتى شي ضرر. الخميره رائعه. بلا ما نطول عليكم، عندي المكون الثالث اللي هو الخميره. غادي داك غنصفي هاد الماء مع الخميره، صفايه نصفي هذاك الماء مع الخميره. هو وديك الخميره غادي نذوبها، ها هو عمرته بالماء ديال الرز، هز عليه ديك الخميره، الماء ديال الرز والحامض مرقدين، رقدتهم انا 3 سوايع، كبيت عليهم الماء مغلى حتى برد،
نتوما ممكن تخليها حتى ليله كامله، ممكن ديروه في الصباح وفي العشيه، تجيو ديروا هاد الوصفه اللي عطيتكم دابا. خميره دابت، خميره مقدار نص معلقه صغيره، ولا كان لي فيغ دو بيغ ديروا جوج حبات. كنجي كناخد كوتون ديسك، كوتون ديسك لاحظوا معايا الفرق ما بين هذا وما بين هذا، دابا بحال بحال. كنفزق كوتون ديسك، كنبدا نحط على البشره ديالي، على الخدود ديالي. كاع البلاصه اللي بغيتها تهز، لاحظوا معايا الفرق. انا كندير حتى الماسك، كندير حتى فمي. كنبقاو به، كنبقاو هكذا مده ديال تقريبا نص ساعه واكثر. انا دابا ما غنبقاش نص ساعه وهكاك وغتشوفوا الفرق. مبغيتش نمشي ونرجع باش ما تقولوش ليا فين مشيتي قطعتي ومشيتي. انا غنخليه بحال هكذا، انا ما نخليش بزاف على ود الوقت باش تستافدوا اكثر. ممكن ديروه حتى هنايا اللي عندها تجاعيد هنايا بزاف، عندها خطوط هنايا، ممكن ديروه. غندير لكم مساج لرفع الخدود، المهم نحيدها. انتم لاحظوا شويه الفرق. غادي ندير شويه ديال المساج للوجه ديالي. انا خديت اليوم غير زيت فيرفان، يعني زيت لويزا. العنق تنجي هنا، كنبدا نهبط. شوفوا العنق من هنا كيهبط، شوف هنا هبطوا تحت، نجي كنبدا نطلع. هنا كنضغط شويه، كنجي كنطلع. كنجي هنا كنضغط، كنبقى ضاغطه واحد جوج دقائق، عاود كنضغط واحد جوج دقائق. مع انني ما غاديش ندير جوج دقائق، غتشوفوا النتيجه وغتشوفوا الفرق ما بين هنا وما بين هنا. اللي عندها ترهلات ديرها، اللي بغات الخدود ديالها توقف ديرها. جد فعالة، جد فعالة. وهذا المساج اللي كنعطيكم رائع 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 بزاف، كيعطي نتيجة. نشد هذا، نطلع. غتحسو حتى الجهة ارتاح لكم وجهكم. انا دابا ملي نسالي غندير الجهة الاخرى ضروري، منخليش جهة مقادة وجهة.
انتما الفرق باش تعرفوا كتحلوا فمكم هكذا، الفرق ما بين الفم وهاد اللي تحت ها، كتشدوها كتبداو تدفعوا. شوفوا الفرق، بالكم الفرق او لا؟ لا شتي شو مني غنضحك، شو هاد الخدود هادو، شوفوا هذا شتي كاين فرق كبير. ديروا هاد الشيء اللي تنقول لكم والله العظيم الا فعال بزاف. انا دابا ولي كنشوف راسي كنشوف هادي منفوخه على هادي، لا لا ما عجبنيش راسي غنمشي نقاد راسي. بصحتكم وراحتكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا، وديروا هاد الوصفات اللي كنعطيكم كما هي باش ان شاء الله تحصلوا على نتيجه زوينه. ما تنساوش دائما انا الفم ديالي حتى القماش كنديرو في فمي، يعني المقشر حتى هو باش الفم ديالي كيولي رطب ما كيبقاش فيه دوك، ما تيبقاش يتقشر ما تيبقاش. بصحتكم وراحتكم، بسلامه عليكم.